نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. مدينة إدلب تستعيد نبض الحياة بشكل تدريجي بعد أن خلصتها الجهات المختصة من جرائم المجموعات المسلحة الإرهابية. إدلب تعود تدريجيا لسابق عهدها مكانا للأمان وللحياة الهادئة الوادعة، فبعد أن عاش أبناؤها أياما عصيبة جراء جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة، ها هم الأهالي يرون ما آلت إليه أحوالهم اليوم. بطلنا السوق، جينا من المنازل، لا بطلنا، اشترينا بضاعة وهيك، وهلأ يعني رايحين أنا نزلت هون، صلي زمان ما نزلت على إدلب، حركة السوق كويس كتير، والله ما في أخوش منه، الحمد لله رجع الأمان و... رجعت البلد مثل ما كانت أحسن. كنا نمشي براحتنا عم تكون رياحة، أول ما كنا صراحة نمشي للمساء ما كان حدا في يطلع. إيه عن جد نحن موظفين اليوم بالكلية داومنا، عن جد كتير رجعت لنا الروح، طلعنا برجعوا كله رجع الحمد لله كله طبيعي. أولادنا صرنا أكثر من شهر ما راحوا على المدرسة بالمرة، هلأ الحمد لله داوموا اليوم وكتير الحمد لله مبسوط. الدوائر الحكومية بدأت تستقبل المواطنين لتقديم الخدمات لهم، والمدارس عادت لتحتضن طلابها من جديد لتكون منهلا للعلم وبناء الأجيال، وليس كما أرادها أصحاب الفكر الظلامي. أنا مبسوطة كتير المدرسة، في دوام في كل شيء، عم نداوم. أنا مبسوطة كتير لأنه رجعت المدرسة والأوضاع مثل ما كانت. كتير مبسوطين لأني رجعت المدرسة مثل ما كانت وأحسن. لما كانوا الإرهابيين كنا ما نحسن نرجع المدرسة. البسمة عادت لترتسم على وجوه الطلبة، ونبض الحياة بدأت تعود لشوارع وساحات محافظة إدلب لتبدأ مرحلة جديدة يرسمها أبناء المحافظة. وفي إطار ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة التي ترتكب أعمال القتل والتخريب، اشتبكت الجهات المختصة مع مجموعات إرهابية مسلحة في مدينة سراقب، ما أدى إلى إصابة ومقتل عدد من الإرهابيين، أخطرهم الإرهابيان عبد الرؤوف باريش وحكم خطاب. وضبطت الجهات المختصة ما بحوزة الإرهابيين من أسلحة متنوعة كانوا يستخدمونها، كما فككت وحدات الهندسة عددا كبيرا من العبوات الناسفة التي زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة في المدينة، تتراوح أوزانها بين 30 إلى 60 كيلوغراما، علما أن هذه المجموعات فجرت عددا من منازل المواطنين عبر تفخيخ تلك المنازل، وذلك لاتهام الجهات المختصة وقوات حفظ النظام بذلك. إلى ذلك قتل إرهابيان في أثناء قيامهما بزرع عبوة ناسفة على الطريق العام شمالي مدينة سراقب. سطت مجموعة إرهابية مسلحة على سيارة بيك أب دبل كابين عائدة لفرع حلب لمنظمة الهلال الأحمر، وقال مصدر مطلع بالمحافظة إنه وفي أثناء قيام سائق السيارة بإحضار الموظفين إلى مكان عملهم في الفرع، اعترضه ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة نوع كيا سيراتو لونها أسود بالحي الثالث في منطقة الحمدانية، سطوا على السيارة بعد إنزال سائقها وموظف كان معه. من جهة ثانية فككت وحدات الهندسة ليلة الماضية عددا من العبوات الناسفة بأوزان مختلفة زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة حلب وريفها. الجهات المختصة تضبط 150 سيارة حكومية وخاصة في حي بابا عمرو بحمص، وأهالي الحي يؤكدون سيرهم خلف مسيرة الإصلاح واعتزازهم بجيشهم العربي السوري الذي خلصهم من هول المجموعات الإرهابية المسلحة. وخمسون سيارة حكومية وخاصة سرقتها المجموعات الإرهابية المسلحة من بابا عمرو والسلطانية وجوبر، بغية تنفيذ جرائمها المروعة وعمليات الخطف والقتل والسلب في أحياء حمص وقراها. لكن الجهات المختصة وخلال عملها الحثيث في ملاحقة فلول الإرهاب قامت باستعادتها. أهالي
حمص عموما وباب عمر خصوصا عبروا عن وعيهم لما يحاك لوطنهم، مستنكرين هذه العمليات الإرهابية ومؤكدين تأييدهم لمسيرة الإصلاح. هاي البسمة اللي شايفتيها وجوه الناس هاي صارت بعد ما فات الجيش، بعد ما حقق الأمان، الناس ما كانت تسترجي تطلع برا، ما كانت تسترجي تجيب الأكل لأولادها، رجعنا الأمل والأمان لهالمنطقة بعد ما كنا عايشين حياة عن جد معاناة، حياة مأساة بكل معنى الكلمة. يجي الجيش العربي السوري الله يخلي لنا إياه يا رب وحماننا البلد ورجعنا الأمل والأمان، وكلياتنا بنشب باسم أهل كل باب عمرو بنقول الله يحيي الجيش. هذا هو تلاحم الشعب السوري مع الجيش العربي السوري المقدام. تعدى الأمن والأمان من مدة سنين بس ما حسينا فيه لمسان جديد غير وقت دخل الجيش لهم، فعلا حسينا بالأمن والأمان، صرنا نطلع نحن مرتاحين ونفوت نحن مرتاحين، حسينا حالا ورجعت سوريا مثل ما كانت، وإن شاء الله رح ترجع مثل ما كانت، رح ترجع أقوى من قبل بكتير. وبقول له لحمد إنه مشاريعك فاشلة وما إلك مطرح ومكان بسوريا، الشعب السوري دائما إيد وحدة وطول عمره شرب الوحدة الوطنية صارت لدمه وبحياته ما رح يطلع لك معه، ومثل ما أمريكا اعترفت بخسارتها أنت رح يجي يوم وتعترف ورح تصير لأسفل السافلين بإذن الله. بعزيمة أبنائها وتمسكهم بوطنهم تعود مدينة حمص متألقة كسابق عهدها، مدينة المحبة والوفاء والعمل الجاد في تعزيز بناء الوطن. وفي حي باب السبع حياة السكان تعود إلى طبيعتها بعد معاناتهم مع المجموعات الإرهابية المسلحة. يعود الهدوء تدريجيا إلى حي باب السبع بعد أن عاثت فيه المجموعات الإرهابية المسلحة خرابا ودمار. باب سبعة هذا شارع الفرات اسمه. شارع الفرات. نعم. كيف هلا صار الوضع؟ شو كانوا يعملوا المسلحين؟ والله كان قواس ما نقدر نتحرك. ليش؟ من شو؟ قواسات. قواسات مين؟ المسلحين. مسلحين كل نهار يعني. هلا كيف الوضع؟ كثير كويس الحمد لله. هلا الحمد لله ارتاح الوضع وصارت الامور جيده، بس بدنا حل المدارس. ويبقى الامل يحدو اهالي الحي بان يعود الامن والاستقرار اليهم بعد معاناة طويله مع الارهاب. داهمت الجهات المختصة وكرا للإرهابيين بمدينة نوى في درعا ما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين بينهم محمد شكري شرف الملقب بالسبير. كما أحبطت الجهات المختصة وأوحدات الهندسة محاولة تفجير جسر المحجن جيح بعد أن فخخته مجموعة إرهابية مسلحة بـ6 براميل مملوءة بالمتفجرات معدل الانفجار سلكيا عن بعد. لم تعد التفجيرات الإرهابية مجرد رسائل دموية موغلة في حقدها، بل أضحت انموذجا ممنهجا للسياسات الإرهابية التي تنتهجها دول وأطراف في المنطقة والعالم. ففي درعا أحبطت الجهات المختصة ووحدات الهندسة محاولة تفجير جسر المحجن جيح الذي كان مفخخا بـ6 براميل مملوءة بالمتفجرات والمعدة للانفجار سلكيا عن بعد، وضعتها مجموعة إرهابية مسلحة تحت الجسر. استهداف جديد للبنى التحتية والمرافق الخدمية، فجسر محجن جيح يخدم قرى عدة وتعطيل حركة السير عليه يعزل تلك القرى، إضافة إلى تأثر الحركة على الطريق الدولية. يأتي استهداف جسر المحجة بعد قيام مجموعة إرهابية بتاريخ 18 من الشهر الجاري باستهداف جسر معبر سكة القطار على طريق دمشق درعا قرب بلدة خربط غزالة بعبوات ناسفة، ما أدى إلى انهيار الجسر بالكامل، والذي تكلفة بنائه أكثر من 30 مليون ليرة سورية في أسلوب إرهابي يذكرنا بأساليب الكيان الصهيوني خلال اعتداءاته المستمرة على فلسطين ولبنان وممارسة الاحتلال الأمريكي للعراق وغيره. وبعد تحريات ومعلومات وبالتعاون مع الأهالي داهمت الجهات المختصة في درعا أيضا وكرا للإرهابيين بمدينة نوى واشتبكت معهم، ما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين من أخطر المطلوبين بجرائم قتل وتخريب وخطف بينهم محمد شكري شرف الملقب بالسبير. كما أسفر الاشتباك أيضا عن استشهاد 2 من الجهات المختصة وإصابة 3. قناة السي ان ان الأمريكية تقف عاجزة عن نفي تورطها في الأحداث التي تشهدها سوريا، وردها عبر موقعها الإلكتروني على الدلائل التي سقناها جاء هزيلا ومترنحا. بعد أن فضحنا تورط قناة السي ان ان الأمريكية في الأحداث التي تشهدها سوريا، حاولت القناة المذكورة على موقعها الإلكتروني الرد، فجاء ردها هزيلا مترنحا أمام الحقائق التي ساقها التلفزيون السوري بالدلائل الدامغة. They also say that
You are basically have been paid by CNN. Yeah. That's categorically untrue. Just for the record, of course, have you ever worked for CNN? Have you ever received any money from CNN? I have not received one penny from CNN. I am not a CNN journalist. They've called me lots of things. A Zionist, they've called me Mossad, they've called me UK intelligence, and now CNN journalist. لن نعيد التحليل الذي لا يخفى على الشعب السوري، ولكن وضعنا هذا المقطع لنبين أن القناة حاولت قدر استطاعتها أن تتنصل من مراسلها المدعو داني، والذي دخل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية لتقول إنه ناشط فقط. لم تستطع القناة إنكار أن مراسليها كانوا في سوريا، وقد عرضنا ونقلا عن القناة نفسها وبالتحديد عن البرنامج الذي بثته تحت عنوان 72 ساعة تحت النار، عرضنا إثباتات عن وجودهم في مدينة حمص، وهي الجزئية الوحيدة الصادقة في رد CNN، وهي الصورة الوحيدة التي استخدمناها من هذا التقرير. فإذا لم يكونوا الفاعلين فإنهم شركاء في عملية تخريب خط النفط وإشعاله، وإلا كيف عرفوا بمكان الحريق؟ وما الغاية من البدء بالتصوير ثم من تصويب مكان الكاميرا الثابتة قبل التخريب وأثناء اشتعال خط النفط إن لم يكونوا شركاء بهذا العمل الإرهابي؟ وخاصة أنهم تجولوا وصوروا بشكل مرتاح دون ما مضايقات، وهذا دليل على تعاونهم مع المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تسهل لهم طرق تحركاتهم. Order is that and for this we blame the Syrian regime is we've repeatedly tried to go to homes to get into Syria to get visas to do it the proper way and they were repeatedly refusing. So unlike in many conflicts we have ended up relying on us. People like you, on people who have uploaded these videos, and though we can't independently verify them, of course. The reason we are relying on these videos is because of the Syrian regime's refusal to allow outside observers. المذيع يبرر ويحتج بأن الحكومة السورية منعت المراسلين من دخول الأراضي السورية، ونبين لكم كذبهم وافتراءهم. هذه موافقة وزارة الإعلام على دخول الوفد الصحفي لقناة CNN إلى سوريا، والمؤلف من أروى ديمون وكريستيان سترايب وندى الحسيني. ولن نكتفي بذلك، فهذه أيضا موافقة وزارة الإعلام على تمديد مهمة عمل المراسل دومينيك روبرتسون والوفد المرافق له في سوريا وتسهيل مهمتهم في المناطق التي يرغبون بزيارتها ومن ضمنها مدينة حمص. توني مادوكس نائب الرئيس التنفيذي ومدير قسم CNN الدولية وصف الدلائل التي عرضناها بأنها سخيفة، ونحن نسأل إن كانت كل هذه الوثائق والدلائل والأفلام المأخوذة من القناة ذاتها سخيفة، فما الوثائق القيمة المعتمدة للإدانة إذن؟ ولماذا أخفاء هوية المراسل داني؟ ولماذا الكاميرا المثبتة هي نفسها كاميرا البث المباشر لقناة CNN؟ واحدة من تنتين، يا هن المنفذين وأنا أجزم لك أنهم شركاء، ما ممكن واحد مطلع على جريمة بأكملها وكانوا يسيرون ومعهم المسلحين في كل مكان، وأنا عندي صورهم هن والمسلحين، لم أعرضها بعد. كل تحركاتهم كانت مع نفس الجماعات، وأنا أستغرب الآن جماعة القاعدة طلعوا وقالوا أنه الجيش الحر أو ما يسمى بالجيش الحر جزء من القاعدة، فأنا لا أعلم الآن هل أمريكا أصبحت جزء من القاعدة أو قنوات أمريكا أصبحت تتعاون مع جماعة القاعدة، أم أن دم هؤلاء الذين سقطوا في أحداث سبتمبر ليس له قيمة عندهم؟